احنا وياكم رح نروح لمشوار بين الاحلام، بين الارض وبين النار، مع ضيفتنا الفنانه التشكيليه جمانة حسواني. رح نعمل جوله على نتاجها بالفن التشكيلي ونعرف اكثر عن المعرض اللي بيحمل هالعناوين الثلاثه، دو ريف دو تير اي دو فو. جمانة حسواني اهلا وسهلا فيكي. اهلا ميرسي. لما بنحكي عن هالعناوين الثلاثه، مش بالارض فينا نحلم ومع ألسنة لهيب النار كمان فينا نحلم؟ كله الحلم بدل أحلى شيء عند الإنسان، إذا ما بيحلم الإنسان يعني من الوقت الموجود. واختيارك لهيدا العنوان هو دلالة على أقسام المعرض اللي رح نشوف بعد شوي لوحاتك، ولا صح. له كمان هيك فكرة تانية بتحب تخبرينا عنها؟ له فكرة تانية. ليش فكرت هيك؟ هني ثلاث أقسام، قسمت المعرض ثلاث أقسام. دوريف اعتبرت انه مثل ما قلت لك اهم شيء بالحياه هو الحلم، كل شيء ببلش بحلم. بعدين بس ما فيك تحلم اكثر ما تشتغل، مشان هيك في الارض، والارض هي الكفاح والمقاومه والجهاد. ودف هو لانه بدك كاربيرون لكل هيدا اللي هي الباسيون، اللي هي الحب والشغف. وقود هيدا الشغف عند جمانة حسواني، كيف بتولعه؟ كيف بتشرقته؟ لقلك لأني أنا كأم أكيد أولادي وجوزي هن بيسببوا لي كمية كبيرة من الحب، هي اللي بتخليني أشتغل وأعمل كل اللي لازم. هن إذا فكرت فيهم فخورين فيي، بنبسط وبصير أعطي أكتر. هن الأساس، بعدين عندك الطبيعة، بعدين عندك لبنان، الحبيب لبنان. نعم. هو اللي بخليك تحلم، بتفكر أنه صحيح مع كل هالمقاس اللي عنا إياها يوم بده يجي، بده يكون إن شاء الله كتير حلو إذا الله بريد، بده يكون يوم جديد. يعني عندك تفاؤل بالحياة، فينا نفهم منك أكيد جمانة. أكيد أكيد، لو ما الأمل الواحد كيف بعيش؟ يعني ما بعرف إذا بهذه الظروف اللي عم نعيشها تركي لنا مجال نحلم، لأن عم نعيش الساعة بساعتك اليوم بيومه. رح نضل نحلم أكيد. يلا رح نروح معك بالأحلام خلال لوحاتك، رح نتعرف عليهم تابعا. بس قبل ما نبدأ بمشاهدة اللوحات اللي هي عينة عن ما يتضمن هذا المعرض، خبرينا معرضك رح يكون الأربعاء القادم وين وأي ساعة، وشو رح تكون الأجواء الاحتفالية ليوم الافتتاح؟ بيكون المعرض هو نهار الأربعاء، أول نهار 19 الشهر، هيدا بعد كم يوم، مش رح أقول بعد قديش كم يوم حتى أنا ما أتوتر، حسن قراب. رح يكون برعاية معالي الوزير روني عريجي وزير الثقافة، بتبنيته جامعة الكاسليك، أنا بشكرها لجامعة الكاسليك. كمان بشكر شركة نويز لأنه هي اهتمت أنه هيدا المشروع يصير على الأرض. نعم. مش بس بالشغل، بالقلب كمان، مشان هيك عم اقول لك دفو هو من اهم شيء لكل شيء يمشي. جمانة يعطيك الف عافيه، دائما بتعيشي حاله ستريس قبل كل معرض بتقومي فيه، وانت يعني منك بعيده عن هالاجواء المعارض اللبنانيه والعالميه، لان هلا رح نحكي بعد شوي كمان عن وجودك بفرنسا وعن قد ايه اهميه حضور اللبناني بدول الاغتراب ليقدر يوصل فكر معين. صحيح. ورساله معينه. صحيح. دايما بتعيشي حالة ستريس؟ لك هيدي الستريس أنا صرت معودة عليها، الستريس والأنساتيسفاكسيون هن شعورين ماكسيموم بشعين، بيأكلوا الواحد من جوا، بس هن بيخلوك تعمل منيح. شو اللي بيعطيك هيدا الاكتفاء لما بتسمع إطراء أو إعجاب بلوحاتك، بيخليك يصير عندك هيدا الشعور؟ أكيد أكيد ببقى مبسوطة وكل شيء، بس دايما من جوا عندي هيدا الشعور، مثل ما بيقول المثل you cannot have the cake and eat it، ما فيك تكون بكل شيء. نعم. بحس، لا دايما بحس، وهذا اللي هو بخليك مثل ما قلت لك. نعم. هون بلشنا بالارض ولا بالحلم؟ هون بالحلم. بلشت بالحلم، يعني لانك انت ربطتيهم ببعضهم، من هيك سالتك اذا بالارض. بلشت اول كم لوحه رح نعم. يكونوا على لوحاتك زيتيه جمانة، صح؟ صح صح، انا بستعمل الزيت. نعم. يعني بهالصوره الاحلام لوين بتودينا؟ لان شفت انا في نفق طويل بس في نور، منه مظلم. مزبوط، اسمه ذا باث. هون بهيدي اللوحة كنت عم فكر انه بحس الدنيا كلها كانفا كبيرة، كانفاس كبيرة وطريقي مرسوم عليها. انا بس برسم المشاهد. حلو كتير. رح نستعرض مزيد من الصور. ديبتيك، ديبتيك لوحتين بفرد لوحة. هي قصة مرة راكدة ورا الولد الصغير اللي جواتها ضمن الحلم. قديه جواتك في ولد صغير؟ عندي ولد صغير عايش كل الوقت. لوين عم بيركضك؟ على أي طريق عم بياخدك جمانة؟ عم ياخدني على أشياء كتير حلوة، بتصور هو اللي عم بيخليني عم أحلم. حلو. لأنه الولد هو اللي بيحلم.
فاذا هدينا بايدنا اذا بتريدي وركدينا معك على هيدا الطريق حتى نطلع شوي من وقعنا السوداوي لنشوف هيك تفاؤل اكثر بلوحاتك. هون صرنا الارض، الارض مثل ما قلت لك هي شغل وتعب ودير لابور. هيدي اللوحه اسمها أنجر. نعم. الغضب هو بخليك تتصرف بالحياة. نعم، مبين لوحة غاضبة أصلاً. يعني غضب الطبيعة وكأنه صحيح. بهيدي اللوحة صحيح. فيس هيدي الإيمان. مستوحيات من أرز الرب، يعني من غابات الأرز بلبنان، هالأرز الشامخ. هدولي مش أرز، هدولي مش أرز، بس على جميع الأحوال لوحات، عدد كبير من لوحات مستوحية من الأرز، لأن عندي بيت على طرف بيعطي على وادي قديشة. بقى الطبيعة هنيك جزء مني وبرسم. نعم. كتير مناظر من فوق بتشبهك. بتشبهني. بتشبهني أنكسيوز وموترة. لا بس عن جد ما بعرف قصدتي انه تعطي نفس اللوك لشعراتك ولا اكيد اكيد هيدا اوتو بورتري. اوتو بورتري هيدي كنت عم بقول فيها انه الانكزايتي والبين وقتها بيجوا على الانسان اللي بخلوه يبطل يشتغل ويبطل يعمل اي شيء، بترجع النار والباسيون اللي جواته بتخليه يتابع عن جديد. لان قلت قبل شوي انه اوقات الوجع والحزن بخليك تفجري طاقاتك اكثر واكثر. صحيح. على القليله انت لذاتك، يمكن هيدا الشيء ينتقل للاشخاص اللي عم بتشاهد هيدي اللوحات وعنده يمكن نفس الاحساس او نفس المشاعر اللي بتمتلكيها حضرتك. صحيح، خاصه نحن اللبنانيه مشاعرنا بتشبه بعضها، بنعيش نفس المقاس، نفس المقاس والهموم واحلامنا نفس الشيء. نعم. يعني اذا بتسال واحد شو حلمك فكر فيها اول وحده، كلنا بنقول انه لبنان يصير منيح. صحيح، السلام، هيدا اللي بننشده دائما. السلام، السلام. نعم، ان شاء الله يا رب نار الحب تكون طاغيه على نار الحروب والمدافع. ان شاء الله يجي نهار الاخبار المحليه تكون كلها نحكي عن ما اولك بيجي هيدا النهار. ما بعرف بتتخيلي، يعني دائما انا هيك بقول ممكن نوصل لوقت مثل الدول الغربيه يكون اول خبر عن افتتاح معرض او عن اكتشاف مثلاً لبناني مثلاً. او عن انتاج لفيلم سينمائي او لجايزه، مش دائما يعني هودي بتكون عندنا الاخبار نحن بالمت تفرقات السريعة. أنجع 20 سكوند لكل خبر. صحيح، إن شاء الله. صحيح. هون عم تفوتينا شوي بي قديشة، قلت لكم أنا بيتي هون ورا هيدي السجرة، عندي هيدا المنظر بقى. ما تسأل لي طلعت فنانة. هيدي اللوحة ببربيزون. يعني نحن دايما منقول لما منزور هيدا المناطق، وأنا شخصيا عندي زيارات متكررة لهيدا المناطق، منقول مش بعيد يطلع من عنا قديسين قد ما هي الأرض بتحكي، قد ما بتخليك تصمتي وتعيشي هيدا الصمت بكل رقي وبكل إذا بدك هيك صفاء من الداخل. صحيح. يعني الطبيعة بتفرض حالها أوقات علينا. صحيح، طبيعة لبنان حلوة. لقلك في إكليبر معين بالحياة، مثل ما في ليل ونهار. نعم. قد ما عنا مقاسي، قد ما عنا بالمقابل كمان مثل ما عم بتقول قديسين وفنانين وشعراء، هذا الإكليبر حلو. بس أوقات يمكن نحن ما بنعرف نعمل هيدا التوازن، يعني مش كلنا عنا هيدا القدرة. لازم تفكر فيه، عم قلك مثل الكباية اللي بتبقى مليانة، اللي بيطلع بالنص الفاضي ولا اللي بيطلع بالنص المليان، هو نعم. الإنسان لازم يشد ليطلع أكتر بالمليان. ليه جنونة؟ عم شوف السينياتور بأسفل هاللوحة المعبرة كمان. ليك أنا دايما بفكر، بعمل مديتاسيون كتير. كنت دايما أقول شو اللي شغلت، شو هن الأشياء اللي بتخلي الإنسان ياخد هيدا القرار ولا هيدا القرار. بعدين صرت شيل وحط وفكر وشغل، صدقني بعد سنين طويلة لقيت أنه بس في شغلتين هي بتحرك الإنسان، هن الأمور والسيرفي. بتقسم العالم حسبهم اثنيناتهم، يعني مثلا حكيم بتحطه سيرفي، فنان رسام بتحطه أمور. هلأ ما بيمنع أنه تكون بهيدا وتكون كمان بهيدا، لأنه بس تقشط هيدا بيجي هيدا وبياخد محله. هن اثنيناتهم موجودين فينا، يمكن اثنيناتهم بس بيبقى قسم أكتر موجود فيه، بيتبدع على قسم آخر. صحيح صحيح. نعم. هلأ وقتها ما بيعبي قسم، ما بيعبي التاني الفراغ، بصير هيدي بصير السوسيد، بصير الدبريسيون. مشان يعني هيك وحدة جنونة بقى، جنونة هي للأمور. الله لا يقدر جنونة. هي يعني أمور وجمانة هي السيرفي. إذا جنونة لجمانة على هالطريقة كلنا بدنا نكون جنونة.
على كل حال نحن هيك مجنونين بمشاهدة الصور، رح نرجع لهم ومنتابع أكثر وأكثر. هلا فوتينا بفصل بعد بفصل الخريف، بس إنما بفصل الشتاء، لأن في بعض المناطق وبعض القمم بلبنان لبست الثوب الأبيض. حلو اللي عم نشوفه بلوحتك هيدي. هون بلشت هدول صوري ببربيزون المعرض. نعم. رح نحكي عن هذا الموضوع، رح يكون ختام موضوعنا. أوكي. من هيك قلت لك كان عندك مشاركه بالخارج وفتحت لك مجالات اكثر واكثر، وبنفس الوقت حملتك مسؤوليه بكل مره تعمل فيها سيناتور للوحتك تكون كل هيدي الخبرات حاضره انتوا عم تمضي اللوحه. انفتح لي مجال صراحة بمنطقة بفرنسا اللي بسموها كابيتال دو لا بانتور، اسمها باربيزون، هي ضيعة. نعم. قدرت أعمل معرض هناك بأهم وأكبر جالوري فيها. نعم. مع رسامين ونحاتين وفوتوغراف كتير كبار مثل ستيف ماكوري، فالكوني، أنتوني تولي، ماورو كوردا. بالنسبة لي أكيد هيدي دفشتني كتير لقدام. أكيد. ومثل ما عرفت أنه هلأ على رزنامة أعمالك في مواعيد لاحقة لمعارض بلبنان وبرات لبنان. صحيح. إن شاء الله يكون لنا فرصة بلقاء تاني نحكي فيها أكثر موسع. جمانة بس سريعا بدي أذكر أنه المعرض بيتم افتتاحه نهار الأربعاء ب 19 نوفمبر، بيستمر ل 2 ديسمبر من الساعة 9 الصبح للساعة 5 بعد الظهر بحرم. صحيح. الجامعة القدس الكاثوليك من عدا السبت والأحد. ما عدا السبت والأحد. بنقول لك جود لك وموفقة، وإن شاء الله دايما يعني عيشك للحلم ما بينقطع، لأن نحن لولا الحلم اللي بيعطينا هيدا الأمل بتصور كلنا بنروح على نفق مظلم ما بنعرف نطلع منه. أهلا وسهلا فيك جمانة، عندي كلمة أخيرة بتحبي تقوليها شكرا توجيه لحدا؟ بدي أشكركم أول شيء إنكم استضفتوني. مثل ما سبق وقلت جامعة روح القدس الكاثوليك. نعم. الوزير روني عريجي وشركة نويز اللي هي اهتمت من كل قلبها لتمشي لهذا المعرض. ونحن بنشكر حضورك معنا اليوم الأحد. أهلا وسهلا بالفنانة التشكيلية جمانة حسواني. مشاهدينا هيدا كان لقائنا مع جمانة، باقي عنا لقائين مباشرة بعد البريك نختم فيها صبحيتنا لليوم الأحد 16 تشرين الثاني عبر شاشة الأو تي في. كل أحد وأنتم بخير، رجعين لكم بعد البريك.